أهلا بكم من جديد. دعونا نحاول الحصول على رؤوس أقلام حول فكرة التباعد. أولا، كما عملت مع التدرجات، سأعرض لكم آليات وهي في الواقع تسير على التوالي إلى الأمام، ومن ثم سأحاول أن أعطيكم الحدس. لذلك دعونا نرى ما هو التباعد. دعونا نقول أن لدينا حقل متجهات، ودعونا نقول أن حقل المتجهات فقط بهدف التصور، ولكن دعونا نقول أنه يمثل سرعة الجسيمات من السوائل من أي نقطة في بعدين. لذلك سيكون حقل المتجه في بعدين، إنه سيكون اقتران لـ X و Y. إذن السرعة عند أي نقطة إنه حقل متجهات. دعونا نقول أن X تربيع Y I إذن في أي نقطة في موقع X عند أي نقطة X فاصلة Y فإن سرعته في اتجاه X سوف تكون X تربيع Y، وبعدها سرعته باتجاه Y من الممكن أن تكون 3YJ، أي أن سرعته في اتجاه X في الواقع اقتران لـ X و Y، سرعته في اتجاه Y فقط اقتران لـ Y. إذن ما هو تباعده؟ الطريقة الصحيحة لكتابة التباعد له هي حقل المتجهات V، لكن الذاكرة المشتركة الشائعة لتذكر أي عملية للتباعد وكتابة المثلث رأسا على عقب، والذي هو نفس الملاحظات التي استخدمناها للانحدار، ولكن تأخذه من نقطة ضرب هذا والمتجه. وإذا كنت تذكر من مناقشة التدرج، قلنا أنه يمكنك عرض، على الرغم من أنها نوع من التعسف في استعمال ملاحظات، ولكن هل يمكن مشاهدة هذا المثلث رأسا على عقب كأن يكون مساويا للمشتقة الجزئية بالنسبة لـ X؟ في اتجاه X زائد المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Y في اتجاه Y وهو متجه J. وبعد ذلك إذا أردنا في ثلاثة اتجاهات المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Z واتجاه K وهلم جرة، ولكن نحن سنتعامل مع متجه ذو اتجاهين هنا، لذلك دعونا نتعامل مع اثنين من الأبعاد X و Y. إذن هذا ماذا سيكون إذا أخذنا الضرب النقطي لهذا والذي هو مثلث رأسا على عقب مع حقل المتجه؟ على ماذا سنحصل؟ حسنا، أنت سوف تحصل على مشتقة جزئية لـ X في اتجاه X في الواقع. ربما لن نحتاج إلى هذا هنا، يمكن فقط أن نعرف مركبة X، كذلك تأخذ المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Y ومركبة Y، ولكن أنا سأعرض لماذا هي تبدو مثل الضرب النقطي. لهذا إذا أخذت الضرب النقطي لهذا وهذا فإن المشتقة الجزئية بالنسبة لي X لهذا التعبير لي X تربيع Y زائد المشتقة الجزئية زائد المشتقة
الجزئية بالنسبة لـ y في التعبير الثاني فإن y مشتقة 3y، وبعدها سوف نحسبها. ما هي المشتقة الجزئية لهذا بالنسبة لـ x؟ نحن فقط نعتبر y ثابت. المشتقة لهذا بالنسبة لـ x سوف تكون 2x ضرب ثابت، فسوف تكون 2xy 2xy زائد. ما هي المشتقة الجزئية لثلاثة واي بالنسبة لواي؟ حسنا، هنا لا يوجد شيء آخر لربط الثابت، إنه فقط يشبه أخذ المشتقة بالنسبة لواي، إنه 2xy زائد 3، وهذا هو التباعد عند النقطة xy. أنت دائما تعرضها كاقتران لxy، فأنت غالبا تقول أنا أعرف أن التباعد لفي. أنا سوف أعمل بعض الملاحظات هنا. هل يمكن القول بأن التباعد لـ v اقتران لـ x و y؟ حسناً، إذا أخذنا أي نقطة في أي مكان في هذا الحقل، أستطيع أن أقول لكم التباعد في هذه النقطة. لذلك أعتقد أنك سوف تجد أن حساب التباعد ليس بالشيء الصعب، فقط تأخذ المشتقة الجزئية لـ x المركبة بالنسبة لـ x، وأنت تريد إضافة ذلك إلى المشتقة الجزئية لمركبة y بالنسبة لـ y، وإذا كان لديك z سوف تعمل نفس الشيء وهكذا دواليك. في الواقع دعوني أعمل فقط أكثر من مجرد ضرب للنقطة الأصلية. لذلك إذا قلت إذا كان لدي حقل المتجه هو جيب تمام y i، جيب تمام y i زائد، دعونا نقول زائد e للقوة x y j. أعتقد أن هذا صعب لأن لدي هذه الـ e وجيب تمام، ولكن سنرى. وإذا كنت فقط تحافظ على أفكارك على التوالي، على ما هو ثابت وما هو غير ثابت، إنها ليست سيئة للغاية. إذن تباعد v، تباعد v يساوي المشتقة الجزئية، المشتقة الجزئية لهذا التعبير بالنسبة لـ x. إذن y فقط ثابت، جيب تمام y هو فقط عدد، إذن مشتقة هذا بالنسبة لـ x فقط 0، زائد. ما هي مشتقة هذا بالنسبة لـ y؟ حسناً، فقط سوف تعمل x حيث أنها ثابت كما أن معامل y، إذن مشتقة xy بالنسبة لـ y فقط x. بعدها مشتقة e لأي شيء هي e قوة أي شيء. أنا فقط طبقت قاعدة السلسلة e قوة xy، ونفس الشيء للتباعد، لذلك فقط أحذف هذا، إنها xe قوة xy، شيء واحد يجب أن يدرك على الفور، هو عندما أعطيك سطح ونحصل على حقل المتجه، أو عندما أعطيك الأعداد ونحصل على حقل متجه، عندما كنت تأخذ الاختلاف في شيء وأنت تسير
في الاتجاه المعاكس في بعض النواحي عليك أن تبدأ مع حقل المتجه. ما هو عامل الحقل؟ إنه شيء إذا أعطيتني أي نقطة X و Y فأنا سأعطيك المتجه، فإذا أردت رسمه في مستوى X و Y فسوف تحصل على حفنة من المتجهات، وسوف تظهر لك الكيفية التي تبدو في الثانية. حسنا، عندما كنت تأخذ التباعد في ذلك وتحصل على أي قيمة لأي نقطة X و Y على الرغم من أن حقل المتجه لديه كل المتجهات بداخله، التباعد يخبرنا عن عدد متجهي فعلي عند أي نقطة في الحقل. لذلك دعونا نحصل على قليل من الأفكار حول ماهية التباعد. هو في الواقع، دعوني أعمل ذلك في اتجاه واحد، أو يمكننا دعونا نفعل ذلك في بعدين، دعوني أجعله ثابت عند واي. لذلك دعوني أقول اسمحوا لي أن أمحو هذا لنحصل على بعض الفراغ. حسنا، دعونا نقول سرعة السائل أو الجزيئات في السوائل، دعونا نقول أنها تساوي عند أي نقطة في المستوى XY 5XI زائد صفر صفر جي زائد صفر جي. جي متجه وحدة باتجاه واي، لذا لا يوجد مركبة لواي لمتجه السرعة، لذا ستبدو لا أحتاج للحاسوب لرسم هذا، أستطيع التعامل مع هذا على ما أعتقد. فإذا كان محور إكس، هذا هو محور إكس، لذا عندما إكس تساوي فقط سأعين بعض النقاط وأرسم بعض المتجهات. عندما إكس تساوي واحد دعونا نقول أن إكس هي واحد. ما هي قيمة هذا المتجه؟ إنها 5، صحيح؟ في الواقع اسمحوا لي بأن أضع رقم مختلف. حسنا، أعتقد أنها سوف تجعل التعامل معها صعب. دعونا نعمل هذا، 1 تقسيم 2 إكس. إذا عندما إكس تساوي واحد فإن مقدار المتجه هو 1 تقسيم 2 فقط في اتجاه إكس، إنه لا يوجد فيها مركبة لواي، إنه 1 تقسيم 2 XI زائد 0 جي، أو يمكن أن نقول فقط 1 تقسيم 2 XI. وعندما إكس تساوي 2 سوف نأخذ أي نقطة، ولكن أنا سأختار الأرقام التي من السهل حسابها. عندما إكس تساوي 2 ما مقدار المتجه؟ إنه 1 تقسيم 2 ضرب 2 وهو 1. إذن سوف يبدو هكذا، سوف يبدو هكذا. وتذكر أنه إذا كان لدي جزيء يمتد هنا، هذه هي الجسيمات، سرعتها في اتجاه إكس سيكون 1 متر في الثانية الواحدة إلى اليمين. إذا كان لدي الجسيمات هنا فإن سرعتها في اتجاه إكس ستكون 1 تقسيم 2 متر في الثانية الواحدة إلى اليمين. دعونا نعمل نقطة أخرى، لذلك دعونا نقول أن إكس تساوي 3. ما هي السرعة إلى اليمين؟ سأفعل ذلك بلون مختلف تماما. هناك سيكون 3 تقسيم 2. ستبدو هكذا، ولكن الفكرة العامة هنا لا تتغير كثيرا، إنها لا تتغير في كل الحالات. قيم X
إذن لكل واي حجم المتجه لا يتغير، إنه فقط يعتمد على إكس. لذلك على سبيل المثال، وهنا سيكون أطول، إذا رسمنا المتجه هنا سيكون أطول، صحيح؟ إذا لا يوجد هنا. لمزيد من التصحيح، فإن سرعة الجزيء تتحرك نحو اليمين. على أي حال، لقد انتهى الوقت الآن، لذا سنكمل في الفيديو القادم. إلى اللقاء.